أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم انفخ روح بركة في كلامنا، اللهم انفخ روح بركة في كلامنا، واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إليه. مشاهدينا الأكارم في كل مكان، نحن معكم في برنامج منهاج الطالبين. هذا البرنامج نقدم فيه كتاب من منهاج الطالبين. هذا الكتاب عبارة عن خطابين لسيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه، ألقاهما في الجلسة السنوية في قاديان عام 1925. شرح فيه حضرته كيفية تخلص الإنسان من الآثام والسيئات، وكيفية التقدم نحو الكمال، كمال الأخلاق والروحانية. كما فصل في قضية جذور الأخلاق ومنبعها. إضافة إلى ذلك، ذكر حضرته في هذا الكتاب طرق تربية الأولاد ووسائل اكتساب الحسنات وعلاقة الإنسان مع المخلوق ومع الخالق. نحن في معكم في الحلقة التاسعة في الرد على التساؤل من أين يتولد الإثم. وقلنا أن الإثم ينشأ من الأمور الآتية: من الجهل أو عدم العلم، أي يتغافل الإنسان أحيانا عن استخدام الفكر والعقل لدى إشباعه غرائزه الطبيعية من أجل تحقيق الفرحة والسرور لنفسه، فيؤثر سروره المؤقت هذا على الفرحة الدائمة ويليه عن راحته الدائمة. وإليكم موجباته. يقول المصلح الموعود: الأول الجهل الدائم أو الجهل المؤقت. كلاهما، الجهل الدائم واضح، أما المؤقت فهو أن يتصرف الإنسان كالجاهل في وقت من الأوقات. اليوم سوف نتحدث عن اليأس، وأنه مسبب أو للجهل، ومن ثم يتولد الإثم. فمعي بالاستوديو كل من الأستاذ عبد القادر مدلل والأستاذ أيمن المالكي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأكارم. كما عودناكم، يسعدنا أن نتلقى اتصالاتكم واستفساراتكم، إما عبر الهاتف أو المشاركة الحية عبر موقعنا islamahmadiyya.net. إخواني، طبعا اليأس قطعة من الظلمة الحالكة تعمي على الإنسان السبيل، وعكس اليأس الأمل، قبس من نور يمشي أمام الإنسان في مسارب هذه الحياة. لقد شدد القرآن الكريم في النهي عن اليأس وجعله من سمات الجاحدين، فقال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فنرى أن الله سبحانه وتعالى شدد كثيرا في آيات عديدة: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فأرجو من إخواني الأكارم، كيف يسبب اليأس إلى الجهل ومن ثم يولد الإثم؟ وكما سمعنا وتعلمنا من المصلح الموعود أن الإثم هو مرض، يعني يسقم روح الإنسان فلا تستطيع رؤية ربه. فأستاذ أيمن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة، اليأس هو الانقطاع الرجاء من الشيء، انقطاع الرجاء من الشيء سواء مهما كان، يعني هذا الشيء المرجو. واليأس من رحمة الله هو أسوأ، هذه يعني أسوأ انقطاع للرجاء هو انقطاع للرجاء رحمة الله سبحانه وتعالى. هنا اليأس الخطير
هنا الأخطر والأقوى والذي يوقع الإنسان يعني هذا النوع من اليأس أيضا بشكل خاص، يوقع الإنسان في الجهل بالله سبحانه وتعالى الرحيم. الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، فاليأس من رحمة الله يوقع الإنسان بالجهل في الله سبحانه وتعالى بأنه رحيم. وأيضا اليأس بشكل عام بمفهومه العام وهو انقطاع الرجاء والقنوط ويعني التوقف عند مرحلة معينة وعدم العمل، هو أيضا يوقع الإنسان في الجهل بالله سبحانه وتعالى من خلال عدة أمور سنبينها الآن إن شاء الله. ولكن هناك نقطة أريد أن أتحدث عنها، هي اليأس والقنوط. يعني دائما نسمع يتردد على أذاننا اليأس والقنوط، ما الفرق بين اليأس والقنوط؟ اليأس هو شعور قلبي داخلي لدى الإنسان بأنه لا أمل وأنه لن ينفع ولن ينجح ولن لا جدوى من العمل. نعم، هذا شعور قلبي يغير حال معين. بالضبط. القنوط هو الأثر الجسماني المحسوس الذي يتركه هذا الشعور القلبي وهو اليأس. الأثر الذي يتركه على الجسم من النحوب، من الكسل، من الركون، من الركود إلى آخره، حتى من الإفرازات الجسمية الداخلية التي ممكن تجعل الإنسان راكدا هادئا شاحبا، كل هذه المظاهر التي يمكن للآخرين أن يحسوها هي القنوط، هي المظهر الجسدي لليأس. واليأس هو شعور مصدره القلب، مفاده اللا جدوى. ولذلك يعني إذا دخل الإنسان في هذه الحالة تتوقف قواه وتتعطل، ومن هنا تكمن خطورة اليأس، يعني التي من عدة أبواب تدخل إلى الجهل بالله سبحانه وتعالى وإلى وجود حائل بين الإنسان وبين معرفة الله سبحانه وتعالى وأداء واجباته جل وعلا. نعم أستاذ عبد القادر، يعني قلنا أن اليأس مرفوض أو منهي عنه، والله سبحانه وتعالى يؤكد في آية أخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فإذا اليأس يعني منهيا عنه، ممكن أن نقول حتى محرما في الإسلام، يعني وبالعكس يجب أن يشجع الأمل وليس الآمال العريضة التي سوف يأتي بيانها. لكن هذا القنوط واليأس يجعل من الإنسان يعني غير مجديا، يعني يجعله خاملا يركن إلى الخبل ولا يعمل. فكيف هذا الأمر يوصل إلى الإثم ويجعل الروح مريضة لا تستطيع لا تتمكن من رؤية الله عز وجل؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كما ذكرت، فبما أن اليأس محرم ومنهي عنه، فإن الإسلام سد الذرائع والطرق التي تؤدي بالمؤمن أن يقع أو يصل إلى هذه الحالة الشعورية القلبية وهي اليأس، ثم الترجمة السلوكية لهذه الحالة أو ما تعرف بالقنوط. لذا نستطيع أن نفهم كيف أن القرآن تميز عن الكتب السماوية الأخرى في هذا الجانب. فعندما مثلا يذكر القرآن آيات التي تخوف وتنذر يعني الإنسان، فبنفس الوقت تليها آيات أخرى يعني فيها تبين الرحمة والمغفرة، حتى لا يصل الإنسان إلى مرحلة من الوقوع في اليأس ثم القنوط. هذا التوازن موجود في القرآن ويتميز عن الكتب السماوية الأخرى. أيضا هنالك كيف أن الإسلام سد الذرائع أمام وقوع الإنسان باليأس، وهي أن الإنسان المؤمن يحصد ثمرة إيمانه في هذه الدنيا قبل الآخرة. عندما يريد الإنسان أن يعمل، بطبيعة الإنسان بفطرة الإنسان يحب أن يرى نتاج عمله. فالإسلام يبين لنا أننا لا نريد أن ننتظر إلى يوم القيامة حتى يموت الإنسان ويحاسب، إنما الإنسان سوف يرى
ثمرة عمله، ثمرة إيمانه في هذه الدنيا. فالإنسان المؤمن يدخل بجنة الدنيا، يدخل بالفردوس، بفردوس هذه الدنيا قبل فردوس الآخرة، عندما يعيش هذه الحالة من الطمأنينة والسكينة. وعندما يصل إلى هذه الجنة الدنيوية فإن بركات وأفضل الله سبحانه وتعالى تتنزل عليه، وحي الله سبحانه وتعالى يتنزل عليه، الله سبحانه وتعالى يتجلى له، يتكلم معه في الدنيا قبل أن يتكلم معه في الآخرة. هذه النقطة التي رعاها الإسلام مهمة جدا، لأن الإنسان إذا ما أراد أن يعمل وينتظر حتى يموت ليرى جزاء عمله ربما يصاب باليأس. الحقيقة أن الإنسان اليأس كما وضح أخي أيمن أن الإنسان يفقد الرجاء ويفقد الرغبة والطمع في اتجاه عمل معين. لذلك أيضا أضيف نقطة أخرى في كيف أن صد الإسلام الذرائع أمام وقوع المؤمن باليأس، وهي أن القرآن الكريم ذلك الكتاب لا ريب فيه إنما بث دائما وزرع الأمل في قلوب المؤمنين أثناء سيرهم ونهجهم اتجاه الله سبحانه وتعالى. هذا الأمل أيضا الذي بثه القرآن في النفوس أيضا هذا يبدد اليأس. نرجع أن كيف اليأس يوقع الإنسان بالأثام والمعاصي. الحقيقة أن الإنسان عندما يفقد الرغبة والحماس والطمع في أداء العبادة اتجاه الله سبحانه وتعالى، اتجاه الله سبحانه وتعالى واتجاه العباد، لأن هذا هو مفهوم الإسلام أن يؤدي الإنسان واجباته اتجاه الله واتجاه خلق الله. فإذا الإنسان أصيب بهذه الحالة من الياس وأصيب بالتالي بالفتور اتجاه العمل، فإنه في هذه الحالة يكون الإنسان يعني قد فقد الهمة وأصيب بالكسل وفقد أو ربما توقف عن أداء العبادة، أو إذا أدى العبادة أداها على سبيل العادة فلا يجد لها طعما ولا لذة ولا مذاقا، كالمريض الذي يأكل ولا يجد للطعام طعما ولا مذاقا لذيذا. فإن هذه الحالة تدفع بالإنسان إلى أن يترك العبادة كلية ويقع بالجهل الدائم، وبالتالي فإن اليأس يؤدي بالإنسان إلى أن يتوقف في تقدمه الروحاني، وربما يصل إلى مرحلة أخطر أنه يقطع صلته بالله سبحانه وتعالى. وإذا انقطعت الصلة مع الله سبحانه وتعالى فإن هذا الإنسان يقع في الجهل الدائم، لأن مجرد ما أن الإنسان انقطعت صلته بالله سبحانه وتعالى هذه الصلة هي أصلا هي صمام الأمان، هي الدرع الواقي الذي يحفظ الإنسان من الوقوع في المعاصي والأثام، وبالتالي يفقد المناعة ويفقد الردع الذي تكسبه إياه هذه العبادة التي تصير بالله سبحانه وتعالى، فيكون سهلا أمام الوقوع بالآثام والمعاصي. يعني تذكر عندما في إحدى الحلقات السابقة عندما تكلمنا عن الجزع قلنا بأن الجزع انصراف القلب عما هو بصدده، حيث أن الجزع يحدث فجأة، يعني من يدخل في حال الجزع ويتعرض لحادث مفاجئ في لحظة معينة فورا يدخل في حالة الجزع، فيحدث عنده تعطل معين يصرف قلبه عما هو بصدده سواء عمل أو عبادة، فهو يتوقف يعني لا يستطيع أن يقوم بواجباته الدينية أو بواجبات العمل أو الاجتماعية إلى غيره بالطريقة الواجبة واللازمة والتي هو تعود عليها والتي من خلالها ينجح. اليأس هو يؤدي في إحدى مراحله نفس المهمة ونفس النتيجة ولكن بشكل تدريجي، يعني يبدأ تدريجيا، يبدأ اليأس صغير، فكرة صغيرة في رأسه، ثم تتدرج شيئا فشيئا 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 حتى تصل إلى مرحلة تصرف القلب
عما هو بصدده. إذا هما يعني مصبان لنفس البحر أو لنفس الجزع واليأس، يوصلان الإنسان إلى المرحلة أن قلبه يصرف عما هو بصدده، وخصوصا عندما يكون هذا الأمر إيمان وعبادة، هنا يقع الإنسان في الجهل بالله سبحانه وتعالى وبرحمانية ورحيمية الله سبحانه وتعالى بين قوسين. نعم أستاذ عبد القادر، يعني استسلام الإنسان لليأس والقنوط من أي مشكلة أو نائبة من نوائب الدهر، تراه يتقوقع وييأس، وهذا أمر أيضا عادي، أن كل إنسان، وليس عيبا أن يمر الإنسان بنائبة من نوائب الدهر، يعني بمشكلة بمصيبة، لكن المهم أن لا يتقوقع ولا ييأس ولا يقنط من رحمة الله. أرجو أن تضيفوا في هذا. نعم، يقنط من رحمة الله. الحقيقة القنوط من رحمة الله هي نابعة من الجهل بصفات الله سبحانه وبهذه الصفة تحديدا، أن الله سبحانه وتعالى رحمن ورحيم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا عبادي لو بلغت ذنوبكم عنان السماء فيما يرويه عن ربي في الحديث القدسي لغفرت له ولا أبالي. يعني أن الله سبحانه وتعالى من جهة يقول للإنسان أنك مهما أسرفت في الذنوب، مهما أذنبت، يعني هناك مثلا أناس يقضون فترة حياتهم وشبابهم بالآثام بالمعاصي، فيظنون أن هذه أن الله سبحانه وتعالى لن يقبل توبتهم، لن يغفر لهم، مع أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب مهما كانت نوعها ومهما كانت كمها، لأن الله سبحانه وتعالى غفار، فلا يتقدم في أعمال الخير، فلا يتقدم، وهذه توقعه باليأس والإحباط والتراجع، فيقول مهما أعمل لله سبحانه وتعالى فلا أستطيع أن أعوض عن الذنوب التي اقترفتها أو وقعت بها. فهذه الحقيقة هذا الجهل من هذا الإنسان لرحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء. لذلك فإن الرجل عندما يذنب ويقع بهذه الذنوب ويستسلم لها، فإنما هو حقيقة يهلك نفسه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا درسا عمليا في هذا الاتجاه، أنه عندما جاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل يعني يشرب الخمر، فكان أحد الجالسين في ذلك المجلس وقال: ما له أخزاه الله، يعني يريد أن يؤنب هذا الشخص الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقد كان يرتكب معصية كبيرة وهي شرب الخمر. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل؟ لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، يعني لا تعينوا الشيطان على أخيكم. لذلك هذه قضية لابد أن ننتبه لها، يجب أن لا نعمل على أن نوقع اليأس بالآخرين عندما نحبطهم ويعني نهول من أعمالهم ويعني نشعرهم بأن يعني عملكم هذا لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة منكم. هذه قضية خطيرة يقع فيها كثير من الناس عندما يعني تكسو قلوبهم عندما يرتكبوا المعاصي، فبالتالي يدخل الشيطان إلى الإنسان في هذه المرحلة ويقنعه بأنك مهما فعلت ومهما عملت لن تستطيع أن تكفر عن أخطائك. ففي هذه الحالة هو يستمر في الحالة التي كان عليها من الآثام والذنوب، ويقع في اليأس، هذا اليأس الذي يغلق عليه باب الرجاء، باب الرحمة المفتوحة. إن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهكذا. فإن الله سبحانه وتعالى يتقبل
الذنوب، هذا الجهل بصفة الله سبحانه وتعالى حقيقة توقع الإنسان باليأس. يعني الحقيقة أن أيضا المعرفة بالله سبحانه وتعالى المتلازمة مع العمل الجاد بالتأكيد يعني هاتان الصفتان صاحبهما لا يقع باليأس. لماذا؟ لأنه يعلم أن إذا كان يعني بينه وبين الله سبحانه وتعالى، إذا كان يعرف الله سبحانه وتعالى وهناك وصال مع الله سبحانه وتعالى، إذن فكل أعماله في الدنيا هي هدفها الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وتعزيز هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. الآن في حال فشلت إحدى مهماته في هذه الدنيا، يعني قام بما عليه وبذل الجهد المطلوب ولم ينجح لسبب أو لآخر في تحقيق هذه المهمة، فهو لا يقلق، لأنه يعرف أن الله سبحانه وتعالى سيقربه إليه ليس بالنتيجة التي سيحصلها، الأسباب التي أخذ بها. لذلك فهو لن يقلق، يعني لأنه يعرف أنه كل ما في هذه الدنيا هو فان، هو بنفسه فان، وكل صلاته في هذه الدنيا بالأشياء الموجودة هي في سبيل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا كله يجعله يرى الأشياء برؤية أوسع، برؤية شاملة، برؤية كلية. يعني دائما وصفون الذين يصابون باليأس بضيق النظر وضيق الرؤية، لأن من يرى الأشياء بشكل أوسع ومن يتمتع بأفق واسع دائما هناك حلول، هناك حلول أخرى، هناك مخارج. لذلك أيضا يعني اليأس هو من مسببات الجهل بالله سبحانه وتعالى. وأيضا فالإسلام أيضا يعني راعى هذا الضعف البشري. يعني الإنسان صحيح أنه يعني مؤمن بالله وعارف بالله سبحانه وتعالى، ولكن كما تعلم فإن الشيطان دائما للإنسان بالمرصاد، وأن النفس البشرية في مرحلة من المراحل ربما تمر بحالة من الضعف وضعف اليقين، لأن ضعف اليقين هو الذي يؤدي بالإنسان إلى الوقوع باليأس. من هنا نلاحظ كيف أن الإسلام هو دين يعني وسطي معتدل متوازن، يراعي هذا التفاوت في الضعف والقوة بين المؤمنين، بين أتباع هذا الدين. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا دائما من كل ما يوقع الإنسان ويوصل الإنسان إلى الوقوع باليأس. فلذلك يقول يعني أوغلوا في هذا ما شاد أحد في هذا الدين إلا غلبه، فأوغلوا به برفق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بشروا ولا تنفروا، والرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الله سبحانه وتعالى كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزمه. كل هذه الإرشادات النبوية إنما تراعي حالة الضعف الموجودة في الإنسان، وبالتالي حتى لا يقع الإنسان في حالة من اليأس عندما يرى أن التعليمات والأوامر الدينية سوف تكون فوق طاقته، سوف تكون فوق جهده. ولذلك نرى أن الإسلام هو دين واقعي يراعي إمكانيات وقدرات الإنسان، وجاء التكليف ضمن هذه القدرة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، نحن نرى أن هذا اليأس طبعا الإنسان بطبيعته، أو كما قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعة وإذا مسه الشر جزوعة، يعني وإذا مسه الخير منوعة، كان يمنع الخير عن الآخرين. لكن هذا الأمر كله نابع كما ذكرت أستاذ عبد عن عدم إيمان بإله حي قادر أن يغير الحال، فلهذا يتقوقع ولهذا ييأس لأنه لا يوجد عنده أمل. فالله سبحانه وتعالى يريد من المؤمن أن يجرب هذه الأمور، لمن خاف مقام ربه جنتان، جنة الدنيا وجنة الآخرة، حتى نتيقن من جنة الآخرة لابد أن نرى أثمارها هنا. فعندما الناس اليوم أو المشايخ يعلمون الناس أن الله سبحانه وتعالى ليس له اتصال مع عباده، لا يكلم عباده كما كلمهم في الماضي، لا يخاطب الله عز وجل عباده كما خاطبهم في الماضي، فهم يلغون يمرون
بهذه التجربة. ولذلك لهذا يعكفون على مراتب الدنيا الدنية، نعم، ويتركون الله عز وجل وباب الله عز وجل. ولهذا يعني تحول الدين إلى دين ميت، يعني غير مؤثر في حياة الإنسان. يعني يستطيع الإنسان الآن بهذا الفكر الذي وصفته أن يخرج من الإسلام ولا يشعر بتغير يعني حدث على حياته، لأنه ليس له هنالك تجارب واتصال مع هذا الخالق، ولذلك يتحول الدين لمجرد عادات وتقاليد. الصلاة ليس لها طعم ولا لذة، على البدل ليس لها ذلك الطعم ولا هذه اللذة. فبكل بساطة عندما يتعرض الإنسان لابتلاء، عندما يتعرض الإنسان لاختبار، هذا الاختبار يضع مصالحه، يضع يعني ممتلكاته على المحك، فإنه لا سوف لا يضحي بهذه الأمور من أجل هذا الدين الميت الذي يعني لا يحدث تأثيرا في حياته، سعادة والطمأنينة في حياته، لأن صلته بالله سبحانه وتعالى هي صلة أضعف من بيت العنكبوت، صلة ضعيفة. إذا ما تعرضت للرياح العاتية فسرعان ما تزول ولا تصمد ولا تثبت. يعني أنا أيضا أعتقد أن اليأس هو إساءة حكم، يعني الشخص الذي ييأس فقد أساء الحكم على الأشياء، وهو أيضا جهل بالله سبحانه وتعالى القيوم، وجهل بالله سبحانه وتعالى العدل. لماذا؟ مثلا نضرب مثال، لنفرض أن أحد الناس تعرض لحادث سير وفقد رجله اليسرى مثلا. هنا من الممكن أن يعني أن يحدث شيء من أمرين، إما أن ييأس ويقعد في البيت ويترك عمله وينعزل عن المجتمع وإلى آخره، وينعكس ذلك عليه شحوبا وبكاء وإلى آخره. وممكن في حالة ثانية أن يتكيف مع وضعه الجديد ويبحث عن السبل الجديدة لأن يستمر في حياته وفي إنجازه مع هذه الإصابة ومع هذا الفقدان. الآن في الحالة الأولى هي حالة اليأس. الآن لماذا أقول أن من يدخل في اليأس هو أيضا يدخل في سوء الحكم، يعني قد أساء الحكم على حاله. لماذا؟ لأن هذا الشخص الذي فقد رجله اليسار، لو قدمنا إليه وسألناه كم من عضو سليم في جسدك، كم من جهاز سليم في جسدك، من الكلى إلى الرئتين إلى القلب إلى اليد إلى الأذن إلى العين إلى الأنف إلى 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 آخره، كل هذه تعمل. الآن فقدت رجل واحدة، فمقابل هذه الرجل يعني تفقد الأمل في الحياة، ومقابل كل الأعضاء الباقية التي تمتلكها هي لا تستحق أن تستمر في هذه الحياة. هو أساء الحكم هنا بأن أعطى أهمية لرجل وقد ترك الأهمية لآلاف الأعضاء الأخرى موجودة لديه يستطيع أن يستثمرها ويستمر بها. نعم أستاذ عبد الله، الحقيقة يعني أن الفهم المغلوط لكثير من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، هذا الفهم السائد الآن يوقع الإنسان بالياس، مع أنه كما بينا قبل قليل بأن جميع التعاليم القرآنية يعني تدفع وتشحن يعني همة الإنسان وترفع من معنوياته وتدفعه باتجاه العمل والإقدام على هذا العمل عندما يقطف المرء ثمار عمله في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة. لكن عندما مثلا الله سبحانه وتعالى يذكر أن مثلا أن الإنسان سيخلد مثلا في النار، ويتبادر إلى ذهن الإنسان مثلا عندما يقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حول الصلاة، أن الذي يترك الصلاة مثلا يعني سوف يعاقب عقابا شديدا ويخرج من الدين وبالتالي سوف يخلد في النار. هذا الفهم، أو أنه إذا أذنب ذنبا مثلا، فإذا من أفطر يوما في رمضان أو من لم يصلي كذا فلن يقبل منه حتى لو صلى وصام أبد الدهر،
وأن الإنسان في سيكون هي بسبب نتيجة، هي نتيجة، لكن الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت. نعم، لكن هذا الفهم، نعم، هذا الفهم أن الله لا يغفر وأن الله لا يرحم بالضبط، هو المشكلة هنا. نعم، لكن نعم العقاب هو هذا، هو العقاب، لكن أن يجب أن يكون على أمل أن الله سبحانه وتعالى رحيم فيسعى لتغيير هذا الحال. نعم، وأنا أتحدث عن الفهم السائد، يعني هذا الفهم يوقع الإنسان بالياس، الفهم أن يبقى في جهنم، نعم، وأنه مخلد في نعم في جهنم. أنا في الحقيقة أريد أن أؤكد هذه الفكرة، استجابة للحدث الذي يحدث معه، للخسارة التي خسرها أو إلى يعني ما إلى ذلك من أحداث، ما يعني ما يحدد هذه الاستجابة هو الأفكار التي يحملها في رأسه، منظومة الأفكار أو المعتقدات التي يحملها في رأسه حول الدنيا وحول الوجود وحول حتى يعني تفاصيل الأمور. لذلك نرى شخصين أو شخصان يتعرضان لنفس الحادث ولكن يستجيبان بشكل مختلف. أحدهما يستجيب بأن ييأس ويقنط ويركن إلى الشحوب والجلوس والتقوقع على ذاته ويبدأ يضمحل يعني فكريا وجسديا إلى آخره حتى ينتهي، والآخر يتعرض لنفس الحادث وبنفس الظروف ولكنه يتكيف ويتعامل مع هذا الحدث بشكل واعي، ونراه بالعكس يتقدم وينجز وإلى آخره. هنا هذه الفكرة، أن ما يحدد تفاعلنا مع الأشياء هي أفكارنا التي في رأسنا. وأيضا يعني مسألة اليأس والقنوط ليست مسألة بسيطة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال هلك القوم فقد أهلكهم، وهذه مسألة خطيرة، أن يعني مشاعر اليأس والمشاعر السلبية أيضا تنتقل بالإيحاء. نقول يعني الشخصية العربية، معروف في علم النفس أن الشخصية العربية شخصية قابلة، لديها قابلية عالية للإيحاء. ما هو الإيحاء؟ هو انتقال المشاعر من إنسان لإنسان، هو في الأصل لا يعني ليس لديه ما يسبب هذه المشاعر. يعني أنا حزين وأنت غير حزين، يستطيع أن أنقل إليك مشاعر الحزن مع أنك لا تملك سبب مثلي للحزن. إن شاء الله نكمل بعد الفاصل. مشاهدينا الأكارم، نخرج إلى فاصل قصير، كونوا معنا. وإن إمامي سيد الرسل أحمد، رضيناه متبوعا وربي ينظر، ولا شك أن محمدا شمس الهدى، إليه رغبنا مؤمنين فنشكر. له درجات فوق كل مدارج، له لمعات لياليها تصور. أبعاد نبي الله شيء يروقني، أبعاد نبي الله شيء يروقني، أبعد رسول الله وجه منور. عليك سلام الله يا مرجع الورى، لكل ظلام نور وجهك نير. ووالله إني قد تبعت محمدا
ووالله إني قد تبعت محمداً وفي كل آن من سناه أنور وفوضني ربي إلى روض فيضه وإني به أجني الجنى وأنضر ولديني في جذر قلبي لوعة وإن بياني عن جناني يخبر ورثت علوم المصطفى فأخذتها وكيف أرد عطاء ربي وأفجر. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأكارم في كل مكان. نعم، اليأس الشديد والقنوط يجعل الإنسان كسول وخامل ويترك حتى الأمل ويترك أن هناك سوف يتغير الحال، وحقيقة هو لا يؤمن بالله عز وجل الذي يغير الحال إلى الأفضل والأحسن. لهذا نرى الكثير من الناس ممن كانوا يصلون، يعني عمليا حركات يقومون بحركات الصلاة، أو يصومون يجوعون، وبعد فترة من الزمن نراهم يائسين متاركين الصلاة ويعكفون إلى أمور الدنيا الدنية. أستاذ عبد القادر، حقيقة أن يعني اليأس ربما يعني يجعل الإنسان أن يخرج من الدين كلية. هذا ما حدث في المسيحية على سبيل المثال عندما تركوا ديانتهم، وذلك يقطفوا الأثمار الحقيقية للإيمان الأول، لإيمان سيد المسيح. بالضبط، لأن الدين تحول لمجرد نصوص ليس وعادات وتقاليد، وليس هذا فحسب، بل بأنما الدين لم يستطع أن يواجه المشكلات المستجدة في الحياة المعاصرة. ولاحظنا التصادم بين العلم والدين في المسيحية، وأن أصبح الدين فقط يجب أن يقتصر في داخل الكنيسة أو في داخل المسجد. هذه القناعة التي ترسخت في أذهان الناس اتجاه الدين جعلتهم يائسين من الدين أن يقدم حلا لكل مشكلات الحياة، فبالتالي خرجوا من الدين وحيدوا الدين، وظهرت الفكرة العلمانية ودع لقيصر ما لقيصر ودع لله ما لله. لكن هذا ناتج حقيقة من الفهم الخاطئ ومن الجهل بالله سبحانه وتعالى الذي أوقعهم بالياس. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو خالق الإنسان والأرض وكل شيء، وهو الذي وضع النظام وأرسل هذه الرسالة ليصلح حال الناس. فكيف يكون الدين يعني عاجزا على أن يقدم الحل للبشرية؟ نعم أستاذ أيمن، قد قلت أنه المشاعر الأفكار تنتقل بالإيحاء من شخص، فكيف ذلك يعني؟ نعم، في الحقيقة هي نقطة مهمة جدا. لذلك مثلا نرى أنه الأقوام تشتهر بأنه القوم الفلاني قوم شجعان، والقوم الفلاني قوم مثلا جبناء، القوم الفلاني كرماء. هذه الأخلاق وهذه المشاعر تنتقل عبر الأثير. نعم، تنتقل عبر الأثير، تنتقل بالإيحاء. يعني تأثير عن بعد. بالضبط، تأثير عن بعد. يعني كما قلنا أنه هناك نصيحة أنا أريد يعني في هذا الصدد أيضا أن أتكلم فيها أو حولها للمشاهدين.
في حالات تجدون أنفسكم جدا مستائين ومتضايقين وفي ضيق شديد وحزن شديد وإلى آخره، أريد من يعني منكم فقط أن تقف دقيقة وتبتسم، تبتسم فقط، تحرك عضلات وجهك وتبتسم. أنا متأكد، وهذا علم، يعني هذه تسمى تغذية الوجه الراجعة، تغذية الوجه الراجعة، الفيس فيدباك، يعني هذه ال... والله انا يعني نفسي ان يدخل معنا الاستاذ فتحي عبد السلام ايضا، لانه كان عنده فكره مره عن يصنع جهاز اسمه البسام، فاذا يعني انت تبتسم فيؤثر على نفسيتك. نعم نعم، يعني هذه الحركه في عضلات الوجه المختصه بالابتسام تؤدي الى اثر يعني تحس به في صدرك فورا فورا بشكل فوري، واختلاف في مشاعرك بشكل فوري، ولذلك الابتسامه جعلت صدقه. نعم، سبحان الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك هي صدقة على الغير، لأن تأثيرها لا يقف عند صاحبها فقط والذي يحس فيها بشكل جميل فوري وقوي، ولكنها تتعداه إلى من يشاهد أيضا. نعم. من الآخر. طب نأخذ اتصال معنا، اتصال من بيت المقدس من القدس الشريف، الأخ ياسر. السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو انه عليكم السلام. السلام عليكم اخي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيكم العافيه. الله يعافيك ويبارك فيك. والله انا حبيت اتداخل معكم. تفضل. واقول عن الرسول عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. الله يبارك فيكم، والله برامجكم صحيح كلها ممتازه، وبارك الله فيك على هالبرنامج. الله يسعدك. اخذ صلاه. الله يبارك فيك. كنت حابب احكي مع الشباب بشكل عام، انه الحمد لله رب العالمين، ديننا دين اليسر ودين الرحمه، والرسول عليه الصلاه والسلام اجى رحمه للعالمين. احنا من الناس اللي لنا تجربه خاصه قبل الحمد لله الانتماء لها الاخوان والجماعه، وبانه الحمد لله ديننا دين الرحمه، وانه لله الحمد لا ياس مع الحياه زي ما بيقول الشعر، ولا حياه مع الياس. نعم نعم أخي ياسر، قطع الاتصال. والرسول عليه الصلاة والسلام بقول اللهم صل على سيدنا محمد، صل على سيدنا محمد، إنه إحنا يعني المسلمين ديننا دين القرآن ودين الرحمة، ونسأل الله إنه الله يرحمنا يكون عندنا عزيمة في الإيمان والتقوى. لما الإنسان بيكون عنده إيمان وتقوى بالله سبحانه وتعالى بيكون إيمانه قوي. نعم، بارك الله فيك وجزاكم الله أحسن جزاء. نعم، بدون عزيمة وإيمان قوي لن يتغير أي شيء، لم يتبدل، يعني الله سبحانه وتعالى هو أزلي لا يتغير ولا يتبدل، لكن يتغير ويتبدل لعبده، فالله يتبدل للمتبدلين، الذي فعلا الناس يجب أن بدل الشعارات أن يعملوا على تغيير حالهم ويرتقوا بالأخلاق إلى الطراز الأول، وهكذا تتغير النفوس وتتغير. يعني أنا أريد أن أوجه رسالة قوية ومن القلب إلى القلب، لكل يعني لكل إنسان في هذه الدنيا، سواء لديه يأس من عمل، من صحة، من مال، من أي شيء، أريد أن أضرب له هذا المثال ولتفكر فقط في هذا الموضوع. يعني نتخيل أن الله سبحانه وتعالى، يعني نحن البشر كل واحد فينا معه قارب ومبحرون في بحر كبير جدا، ومقصدنا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لنفرض يعني أننا مقصدنا أن نذهب إلى جزيرة معينة، ونحن كل واحد فينا في قارب صغير، قارب لشخص ومعه ويجدف وهو في هذا البحر. الآن الإنسان الذي يعرف الله سبحانه وتعالى ويثق به، كمن يعني يمشي في هذا القارب وهو هائم طبعا، ولا يعرف، يريد أن يصل إلى اليابسة ولكن هو هائم، ولكن في لحظة من اللحظات يرى اليابسة. أنا أريد أن أسأل هذا الإنسان الذي رأى اليابسة، هل يقلق إن خرب أو خرق قاربه؟ لا أظن أنه سيقلق، لأنه رأى اليابسة وهو قريب منها فيستطيع أن يكمل سباحة. إن يعني إن
بقي معه هذا القارب حتى الشاطئ فهو ممتاز، وإن لم يبقى فهو خلاص، يعني شعر بهذا الأمان. هذا الأمان عندما يرى اليابسة هو شعر به، فلن يقلق حتى إن بلي قاربه. ولكن الإنسان، لنتخيل إنسان آخر في نفس الموقف ولكن الدنيا ضباب ولا يستطيع أن يرى ولا يعرف أن هناك يابسة بعيدة بضع الأمتار عنه، فهو يكون في حالة قلق شديد إذا ما أصاب قاربه أي خلل أو دخلت نقطة مياه فقط إلى قاربه، سيكون في حالة قلق شديد مع أن اليابسة لا تبعد عنه عدة أمتار. هذا مثال من يرى الله سبحانه وتعالى، من يعرف الله سبحانه وتعالى، من يتواصل مع الله سبحانه وتعالى، ومن لا يعرف الله سبحانه وتعالى. يرى أثمار الله عز وجل. نعم جميل. بالضبط، من يرى أثمار الله سبحانه وتعالى يعرف أن كل ما في هذه الدنيا هي عبارة عن قارب، وأن الله سبحانه وتعالى قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. حتى لو بليت صحتنا، حتى لو بليت أموالنا، حتى لو بلي أي شيء، فإننا قريبون من الله سبحانه وتعالى وسنصل. الذي يرى اليابسة يكون قد بلغ درجة عين اليقين، لأن اليقين بالله سبحانه وتعالى هو الذي يبدد حالة اليأس، لا يجعل في قلبه مكانا لليأس. الحقيقة أن اليأس يعكس حالة سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. الذي يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصيبه اليأس مهما حلت به المصائب، مهما مر بابتلاءات. ولذلك هذا الإنسان تراه متوكل على الله سبحانه وتعالى. إذن اليأس يضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى، يجعل الإنسان يعتمد على الأسباب أكثر من اعتماده على الله سبحانه وتعالى. تراه منهمكا يعمل، ومع أن الإنسان مطلوب منه أن يأخذ بالأسباب، ولكن هو أن يأخذ بالأسباب من باب التوكل على الله سبحانه وتعالى، وعنده أمل بأن الله سبحانه وتعالى يحقق له نتائج عمله، وأن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه. حتى يعني أن لو أن الله سبحانه وتعالى قد أخر الدعاء، أو حتى أن الله سبحانه وتعالى لم يستجب دعاءه، فإنه بسبب حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى فإنه يرى أن عدم استجابة الله سبحانه وتعالى لدعائه يكون في صالحه، لأنه ربما دعا لأمر يكون هذا الأمر يسبب له ضررا وهو لا يعلم أن هذا الأمر به ضرر. فدائما الإنسان الذي لا ييأس من روح الله، الذي هو متصل بالله سبحانه وتعالى، دائما يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، دائما متوكل على الله سبحانه وتعالى مهما كانت إمكانياته، مهما كانت الأسباب المادية التي يمتلكها. ولهذا نستطيع أن نفسر الحالة التي تعيشها الأمة اليوم، حالة اليأس التي جعلتها تركن وتعتمد على الغرب وتستعين بالغرب لحل مشاكلها، بدلا أن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، بدلا من أن تبتهل لله سبحانه وتعالى، بدلا أن تقيم الليل وتدعو الله سبحانه وتعالى وتبكي وتخلص لله سبحانه وتعالى، بدلا أن يعني أن تهرأ إلى الله سبحانه وتعالى بأداء النوافل وبالدعاء، نراها تلجأ إلى القوة المادية، وكأن لسان حالها يقول أن هؤلاء الغرب بما يمتلكونه من قوى ومن ترسانة عسكرية هم والعياذ بالله أقوى من الله سبحانه وتعالى. إن لم يكونوا ذلك فإن سلوكهم يفسر حالة اليأس التي وقعوا بها والتي أفقدتهم التوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الظن به. يعني أخي عبد القادر، من يسعى إلى الله سبحانه وتعالى ويجعل الله سبحانه وتعالى هو هدفه ونصب عينيه، فإن الله سبحانه وتعالى حي قيوم، الله سبحانه وتعالى أبدي، الله سبحانه وتعالى أزلي، الله سبحانه وتعالى أزلي أبدي، وهو حي لا يموت، فإذا هو موجود دائما، هذا الهدف موجود دائما، وهو أيضا فوق ذلك كله هو متواصل مع عباده، سميع مجيب معين لعباده ليصلوا إليه. إذن لماذا اليأس؟ باقي الأشياء هي وسائل. الآن إذا اختلطت الرؤية وأصبحت الوسائل هي أهداف، هنا يدخل اليأس، لأن الهدف قد ينتفي، الهدف قد يستحيل الوصول إلى هدف معين، وقد الله سبحانه وتعالى ييسر للإنسان وسيلة للوصول إليه دون وسيلة أخرى.
ولكن إذا كان الهدف الأساسي الذي لا يغيب عن الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى حي دائما، الله سبحانه وتعالى موجود منذ الأزل وسيبقى إلى الأبد، وهو قادر أن يتواصل أيضا مع عباده، وهذه الصفة التي عطلها للأسف باقي المسلمين اليوم، عطلوا صفة التواصل مع الله سبحانه وتعالى. وكان الله سبحانه وتعالى كان يتكلم سابقا وهو لا يتكلم الآن، وكان يسمع سابقا ولا يسمع الآن. نعم، لا يرونها. يعني الجماعة الإسلامية الأحمدية هي الجماعة الوحيدة التي تقول أن معجزات الله سبحانه وتعالى اليوم وغدا وستبقى إلى يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يتغير ولم يتبدل. على الأقل الادعاء، يعني نحن نقول، يعني مع أن ذلك ندعوهم أن تعالوا وانظروا، يعني ما هو الأمر الذي جعلنا نتعلق بهذه الجماعة؟ رأينا الأثمار التي وذقنا هذه الأثمار التي جاء بها الخادم الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرى أن الناس يعطفون على أمور مادية، يبتعدون عن الله عز وجل ويعبدون الأسباب. وهنا المشكلة، يعني يدخلون بسبب اليأس، يذهب يسرق، يقول لعلني أنا أستفيد وأنقذ نفسي من الفقر، فيذهب ويسرق، فهكذا يدخل في الإثم. بسبب اليأس مثلا من المرض يعمل أي عمل خطير. فهذه القضية اليأس أمر خطير جدا، لأنهم لا يعرفون أن الله سبحانه وتعالى سوف يحدث لهم معجزة. أنا هناك قصة مهمة جدا في هذا. يقول المصلح المعود أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن عن الخنزير، يعني ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يقول المؤمن الحق الله سبحانه وتعالى لا يجعله يأكل خنزير، لأنه يتوكل على إله حي، فهو يخلق له الأسباب من حيث لا يحتسب، يجد له طعاما ولا يجعله يأكل من الخنزير. هنا يعني أن حتى لو دخل الإنسان في فقر أو نائبة من نوائب الدار أو مصيبة، فعليه أن يثبت والاستقامة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. يعني لا نقول أن استقامة الرسول شيء ونحن وأين نحن وأين الرسول. لا، الله لم يقل استقم أنت بطريق معينة. مصيبته مركبه لله سبحانه وتعالى. نعم. إن كان الغني مصيبته غناه مركبه لله سبحانه وتعالى بالصدقات والزكاة وإلى آخره، فالفقير أيضا هو مصيبته وابتلاؤه هو مركبه لله سبحانه وتعالى. جميل جدا. يعني الحقيقة، يعني أنا أريد أن أقدم العذر للمسلمين اليوم الذين يعني لم يكتفوا ثمار عملية لتجربة مع الله سبحانه وتعالى. بالتالي غياب هذه التجربة هي التي أوقعتهم باليأس. كيف من جهة يرددون أن الله هو القوي، أن الله هو معين، أنه دائما يقف إلى جانب الإنسان وإلى جانب العبد المؤمن، وهم لم يمروا بتجربة عملية يبين الله سبحانه وتعالى لهم من خلالها أنه دائما معهم، وبالتالي هم فقدوا اليقين بهذه بصفات الله سبحانه وتعالى. فقدوا اليقين، يعني نردد أن الله قوي، ومن ناحية أخرى نرى أن البشر هم أقوى لأننا نستعين بهم لحل مشاكلنا. الحقيقة أن جاء الصحابة مرة للرسول صلى الله عليه وسلم وقد اشتد عليهم العذاب والاضطهاد من قبل الكفار، فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر. لاحظ اليقين. ويقسم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله سوف يتم هذا الأمر، وإذ أمرنا أن نستقم مع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون يقيننا بالله سبحانه وتعالى بهذا اليقين الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كان من الناحية المادية ضعيفا، وهو
قد آمن معه الضعفاء من أهل مكة، لكنه يقول والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. الحقيقة أن يعني الاستعجال واستعجال النتائج هو ناتج من ضعف اليقين، ناتج من قلة الصبر. وإذا ما استفحل هذا الأمر ويريد الإنسان أن يستعجل النتائج فإنه يعني كأنه يتهم الله سبحانه وتعالى، لماذا كأنه يقول لماذا يا رب لم تنصرنا لغاية الآن؟ فإذا تأخر النصر فيقع الإنسان في حالة من اليأس، وهو لا يعرف ما هي حكمة الله، ما هي خطة الله على هذه الأرض، وهو لا يعرف أنه لابد أن يتهم نفسه وأن القصور وأن تأخر النصر هو بما كسبت أيدينا، هو بنتيجة خلل وضعف فينا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده مع المؤمنين. صحيح أستاذ أيمن، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى طرد اليأس والقنوط تنبيها خاصا، إذ قال لكل داء دواء إلا الموت، وقال أيضا من قال هلك القوم فهو أهلكهم لأنه يثبط همم القوم وهكذا يدفعهم إلى الدمار والهلاك، ولهذا يجب رفع دائما رفع المعنويات. أرجو أن تلقي نعم دائماً. يعني في الحقيقة دائما التثبيط وكسر الهمم هو من أكبر يعني جالبات الانكسار، يعني على المستوى الفردي وحتى على المستوى الجماعي. لذلك مثلا نرى في التدريبات العسكرية اليوم في الجنود، يمشي الجندي رافعا كتف رأسه وفاردا لكتفيه. هذه المشية ليست يعني عبثية، هذه المشية تزرع في 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 وجدان صاحبها أنني شجاع. حتى يعني بعض الجنود يدخلون بنفسية غير شجاعة إلى العسكر، ولكن تجده بعد أن يتخرج من الكلية العسكرية وبعد أن مثلا يذهب إلى التجنيد وإلى آخره، تجده يرجع إنسانا آخر على مستوى الشجاعة. لماذا؟ لأنه كل أشياء التي يمر بها في هذه التدريبات، ومنها حتى المشية، تخيل المشية هي مجرد رفع للرأس وفرد للأكتاف، هو يقول في نفسه أنا شجاع. وعندما يكررها أكثر مرة، يمشي أكثر مرة بهذه الطريقة، تترسخ في نفسه هذه الصورة وتعطيه الثقة بنفسه، حتى لو كان ضعيفا، حتى لو كان ضعيفا من ناحية قتالية ومن ناحية قدرات وإلى آخره، تترسخ في نفسه هذه الصفة أنني أنا شجاع وأستطيع أن أفعل كذا وأستطيع أن أفعل كذا. فلذلك كما قلنا سابقا أن الأفكار تنتقل بالإيحاء عبر الأشخاص، ولذلك اليوم نرى في عالم اللا أخلاق اليوم يمارسون شيء يسمى حرب الإشاعات. حرب الإشاعات، هذه حرب الإشاعات، هذه مهمتها، مهمة حرب الإشاعات أن تزعزع الثقة، تنقل الأفكار بين الخصم، بين أفراد الخصم، من فرد إلى فرد وعبر الإيحاء، فتجد أنهم إما يثبطونهم أو يزودون من همتهم. يعني وأقرب أمثلتها في عدة حروب نعرفها جميعا، يعني منها حرب 67 وإلى آخره، والإشاعات اللي كانت تخرج وأنهم حطموا كذا ولم يبقى عندهم ولا دبابة ولا يبقى عندهم ولا طائرة، وكل هذه أخبار كاذبة فقط لأهداف نفسية. بث اليأس بث اليأس والقنوط بين أفراد المجتمع. دائما نشجع أو على الأمل والابتعاد عن اليأس، لأن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الأمل رحمة من الله للأمة، لولا الأمل ما أرضعت أم ولدها ولا غرس غارس شجرة. فمشاهدينا الأكارم، أشكر ضيوفي الأستاذ أيمن المالكي والأستاذ عبد القادر. المسيح الموعود عليه السلام الخادم الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التعليم
لقد أحيا حضرته بهذا التعليم الأمل الجديد في النفوس اليائسة، وأزال عن القلوب غيبة اليأس والجمود، فأصبح المسلمون الأحمديون بفضل الله بفضل إحيائه يصلون الصلاة بمغزاها، يصلون الصلاة كأنهم حضروا عند الله بغية الحصول على شيء منه، ويريدون أن يجددوا بها مع مولاهم رابطة الولاء، ولا يصلون الصلاة كأنها دين يؤدونه. إن الصلاة إذا كانت على الصبغة المذكورة فشتان ما بينها وبين الصلاة التي يصليها الإنسان وهو لا يريد الصلاة، إذ يصرف النظر عن مغزاها، ولا يخفى أن هاتين الصلاتين لا تستويان. فعلينا أن ننتبه إلى هذا.